أنا أرى أن قلب الهدف سيكون دولة فلسطين المحتلة في أكبر هجوم على العدو الإسرائيلي، وستسبق هذه العملية خلال السنوات القادمة الكثير من الأحداث والإشارات والدلائل التي سترسم علامات هذا الانفجار الكبير، كما سنرى المعارك تشتد والحروب تقترب من كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الداخل الإسرائيلي، وربما سنكون أمام مشهد الحرب الكبيرة والشاملة. أنا أرى أن قلب الهدف سيكون دولة فلسطين المحتلة في أكبر هجوم على العدو الإسرائيلي، وستسبق هذه العملية خلال السنوات القادمة الكثير من الأحداث والإشارات والدلائل التي سترسم علامات هذا الانفجار الكبير، كما سنرى المعارك تشتد والحروب تقترب من كل الخطوط الحمراء حتى تصل إلى الداخل الإسرائيلي، وربما سنكون أمام مشهد الحرب الكبيرة والشاملة. إيه اللي توقعته ليلى عبد اللطيف لفلسطين من قبل كده، وأهم توقعاتها للعام الجديد برضو لفلسطين وللعدو الصهيوني للعام الجديد 2024؟ قالت كلام كتير عن فلسطين زي ما انتوا كده سمعتوا، ويعني من كلامها ان فلسطين بإذن الله هتنتصر، والنصر هيكون حليفها وهيكون ليها. ناس كتير بتتعجب منين عرفت كل اللي هيحصل في فلسطين بالظبط من قبل ما يحصل، زي ما حاجات كتير عرفتها من قبل ما تحصل. في الأول والأخير لا يعلم أبدا الغيب إلا الله، كلنا مؤمنين بذلك. حتى يعني سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيفة ما بتطلع بتقول توقع، بتقول أتمنى أنه لا يحدث، وبتقول لا يعلم الغيب إلا الله وحده. حتى اللي بيتوقع نفسه مؤمن أنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده. جايز يكون إلهام، جايز تكون رؤية للمستقبل. في ناس بتشوف زي رؤية أحلام في أرض الواقع وبتحدث فعلا، كانت في البداية بتبقى متفاجئة وبعد كده بتتعود وبتعرف الإشارات والرموز وبتبدأ تفهمها. أيا كانت توقعات ليلى عبد اللطيف، كلنا نعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، كلنا نؤمن بذلك، وكلنا عارفين جدا أن الغيب في إيد ربنا. حتى لو في نبوءة وكانت حقيقية ممكن تتغير في آخر لحظة، بس احنا بنتمنى دايما النصر لبلدنا الحبيب فلسطين ورجوع المسجد الأقصى للمسلمين، ويعني ثالث الحرمين يبقى في تحت قيادة إسلامية. نتمنى الخير كله لفلسطين. قلنا أهم التوقعات عشان الأيام تثبت هل هتحدث أم لا. جبنا توقعات ليلى عبد اللطيف في البداية بصوتها علشان في البعض بيكذب وبيفضل يقول انتوا بتجيبوا الحاجات دي منين. بنتمنى الخير لكل الدول العربية والنصر لفلسطين الحبيبة.